السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله معانا في درس جديد يتكلم عن المتسلسلات والمتتابعات الهندسية من مادة الرياضيات أربعة، ريض 362 وريض 809. خلونا مع بعض نستعرض أهداف درسنا لليوم. فعندنا أول هدف إيجاد الحد النوني من متتابعة هندسية. أما الهدف الثاني إيجاد معادلة الحد النوني لمتتابعة هندسية أما الهدف الثالث فهو إيجاد الأوساط الهندسية فخلونا مع بعض نتعرف على المتتابعة الهندسية بس قبلها رح ناخذ مفاهيم أساسية فعندي أولا المتتابعة الهندسية بالإنجليزي يسمونها Geometric Sequence أما النسبة المشتركة اللي هو أساس المتتابعة الهندسية راح نسميه الـ Common Ratio أما الأوساط الهندسية فراح نسميها الـ Geometric Means فنشوف مع بعض ملخص للمتتابعات لو تذكرون في الدرس السابق خذنا عن المتتابعات الحسابية ودرسنا كل شيء عن المتتابعات الحسابية فقلنا أن المتتابعة الحسابية عبارة عن دالة خطية أما الهندسية فرح ندرس أنها هي عبارة عن دالة أسية ففي المتتابعة الحسابية لو خذنا كمثال عندي ثلاثة ستة تسعة اثنى ورايح راح يكون عندنا الأساس راح نطرح الفرق بين كل حدين متتاليين ففرضا قلنا ستة ناقصا ثلاثة الأساس عندي ثلاثة ونرمز له بالرمز دي أما صيغة الحد النوني تذكر خذناها عبارة عن أي 1 زائد الناقص ناقص واحد في D فنبي نعرف اليوم عن الهندسية شلون راح تمشي شنو الأساس شنو صيغة الحد النوني المجموع وهكذا فأولا المتتابعة الهندسية لو كان عندي ثلاثة بعدها ستة عشر 24 وهكذا راح نلاحظ ان الاعداد قاعد يصير فيها تضاعف فكنا احنا كل مره قاعدين نضرب في اثنين فضرب اثنين هو اساس المتتابعه الهندسيه والاساس هنا راح نرمز له بالرمز ار كريشيو كنسبه شلون راح نطلع راح نطلع من ناتج قسمه كل حدين متتاليين ففرضا لو قلنا 6 على 3 أو 12 على 6 أو 24 على 12 دائما راح يكون عندي الأساس هو 2 انزين الحين لو قلنا هذه الثلاثة هي عبارة عن من؟ عبارة عن الحد الأول فراح نرمز لها بالرمز A1 الستة الحد الثاني فهي A2 الحد الثالث والحد الرابع وهكذا انزين أنا عندي أربعة حدود لو بغيت أطلع الحد التالي أو الحد الخامس شو راح أسوي مجرد باضرب في الأساس اللي طلعنا اللي هو اثنين فراح يعطينا ثمانية وأربعين انزين لو نسأل سؤال الحين احنا ما نبي بس الحد الرابع، فرضا نبي الحد ال 15، الحد ال 20، هل كل مرة باي باضرب؟ أكيد عندي صيغة توجد لي أي حد ممكن إيجاده، ففرضا عندي في المثال المتتابعة الهندسي واحد على 16، واحد على أربعة، واحد وهكذا، فرضا أبي أوجد الحد الرابع، فبكل سهولة أول خطوة لازم آي وأطلع الأساس فنشوف أن المتتابعة كل مرة قاعدة نضرب فيها أربعة فمن وين طلعنا الأربعة؟ الأربعة هو عبارة عن قسمة مثلاً الربع قسمة واحد على ستة عشر أو واحد مقسوم على واحد على أربعة والحد الأول عندي يا واحد على ستة عشر فمجرد باخذ الواحد بضربها في الاساس اللي هو أربعة عشان اطلع الحد الرابع، لكن لما يبون الحد الخمسة 15 ما بقدر اطلعه دايركت، فلازم اتعرف على صيغة الحد النوني للمتتابعة الهندسية. فعندي الصيغة راح تكون عبارة عن AN يساوي A1 مضروب في الار مرفوع لأس ان ناقصا واحد فالاي ان هي الحد النوني الاي 1 قلنا هو عبارة عن الحد الاول الار الاساس ولو تذكرون من قبل قلنا ان الان هو ترتيب الحد في المتتابعة او رتبة الحد فحين لو نرجع حق السؤال السابق نبي نوجد الحد الخامس عشر مجرد بعوض تعويض مباشر في القانون فراح نقول الحد الأول واحد على ستة عشر الأساس أربعة خمسة عشر ناقص واحد راح يعطينا الجواب النهائي العدد التالي فبتذيه أعزائي الطلبة انتهينا من كيفية إيجاد الحد النوني خلونا مع بعض ننتقل إلى مثال آخر فعندي السؤال يقول أوجد قيمة AN لمتتابعة هندسية إذا علم أن الحد الأول 2400 والR سالب ثلاثة أما الآن عندي إياها سبعة فدايركت أكتب القانون وعوض تعويض مباشر بالمعطيات اللي عندي وأوجد الجواب النهائي فراح يكون عندي الجواب كالتالي خلونا مع بعض نستعرض مجموعة من التمارين وراح نحلها مع بعض فعندي أول تدريبين أوجد الحد المطلوب في كل من المتتابعات الهندسية الاتية، لو تلاحظون التمرينين اللي عندنا عندنا كل تمرين بصيغة مختلفة، لكن راح نستخدم نفس القانون، فأول سؤال ايه؟ نبي نوجد الـ A9، معطيني الـ A1 هي 8، والـ R نص، أما في B نبي الحد الثاني عشر، ومعطيني المتتابعة، فناخذ وقتنا ونحل. فنستعرض مع بعض الإجابات فعندي الـ A9 طلعت لي واحد على 32 أما الـ A12 طلعت لنا 8192 خلونا مع بعض ننتقل إلى تمرين آخر فعندي السؤال يقول ما الحد العاشر من المتتابعة التالية عندي هذه المتتابعة 64 سالب 32 16 وسالب 8 فأول خطوة إحنا لأن درسنا هو متتابعة هندسية فدارك صار أعرف أنها هي متتابعة هندسية أوجد الآر وأعوض في القانون ونوجد فنأخذ وقتنا ونشوف أي واحد هو الإجابة الصحيحة فنستعرض الإجابة مع بعض إجابتنا راح تكون الخيار دي سالب واحد على ثمانية ابتديها أعزائي الطلبة انتهينا من كيفية إيجاد حد معين خلونا مع بعض نوجد صيغة الحد النوني بنفس ما أخذنا من قبل في المتتابعة الحسابية صيغة الحد النوني دائما بتكون الان مجهولة ف عندي المتتابعة التالية نص اثنين ثمانية واثنين وثلاثين فأول شيء لما يكون عندنا لازم نحدد أول شيء الـ A1 وبعدها نحدد الأساس ونعوض في القانون فعندي الـ A1 نص والأر أوجدناها من قسمة أي حدين متتاليين احنا هني قسمنا الثمانية على اثنين فرضا في طالب ما يبي ثمانية على اثنين عادي يبي يقسم اثنين وثلاثين على ثمانية أو اثنين على نص في النهاية يعطيني نفس الجواب اللي هو أربعة فأوجدنا الأيون وأوجدنا الأر أعوض تعويض مباشر ونخليها مثل ما هي ما في أي تبسيط فراح تكون صيغه الحد النوني ايه ان تساوي نص مضروب في اربعه مرفوع لاس ان ناقصا واحد أحن لو قالوا لي يبون الحد العاشر الحد مئة مجرد بشيل الان بحط الحد المطلوب واوجد الحد خلونا مع بعض نستعرض تمارين اخرى فعند المثال يقول أوجد معادلة الحد النوني لكل من المتتابعتين الهندسيتين الآتيتين عندي أول واحدة الار تساوي 6 والأي فور تساوي 5 فهني أنا ما عطوني الحد الأول عطوني الحد الرابع من الحد الرابع ومن الأساس وصيغة الحد النوني بقدر أول خطوة أوجد الحد الأول عقب ما أوجد الحد الأول دايرك تعوض في القانون وأكتب الصيغة فنعوض تعويض مباشر في القانون مكان الـ AN عندي خمسة والـ A 1 المجهولة أما الستة اللي هو الأساس اللي عندي يا آر مرفوع لي أس أربعة ناقص واحد أعوض في الكالكوليتر ستة أس أربعة ناقص واحد فعندي الخمسة تساوي A1 مضروب في 216، فراح أقول ال A1 تساوي 5 على 216. لكن إحنا في السؤال مو مطلوب منا ال A1، مطلوب منا صيغة الحد النوني، فحين لأن أوجدنا الحد الأول وعندي الأساس، أعوض تعويض مباشر في القانون.